ولسه مكملين مع البرنسيسة العسل مي عز الدين، وهنلعب معاها دلوقتي أبجد هو. اتفضل. ودي لعبة بقى، بصي خلاص ولا افتراض ولا أي حاجة، تمام؟ ماشي، مع اني ما برتاحلكيش. لا اسمعي مني بس، دي هتجيبك بقى ايه، بصي فضل. في الانبساط خالص. اوكي. عارفه الحروف الابجديه؟ اه. الف ب ت، هنعمل منهم قصه، يعني انا اقول لك كلمه بالالف فانت تردي عليا بكلمه بالب، جوه قصه، جمله يعني. اه. ماشي؟ اوكي. فعايزه القصه تبقى ايه؟ معرفش يا شيماء، شوفي انت. يعني مثلا نخليكي، بما ان انت بتقولي ان انت بتعرفي تظبطي شعر اصحابك، فنخليكي دكتوره عنايه بالشعر وانا جايه لك بسالك. تمام. ماشي؟ يلا. ابتدي انا بالالف. اوكي. الحين يا دكتوره شعري اتحرق. ردي بالب. بايظ قوي. بايظ قوي يعني. تعبان خالص، تخيلي بيقع كده اهو في ايدي كده. ثانية واحدة واجي لك. جيتي في ايه ورحتي في ايه يا دكتورة؟ ده انا لسه داخلة لك، هتسيبيني وتمشي بقول لك شعري محروق. حرقة ازاي؟ خليت جوزي يكوهولي، قام اللي يتشك في قلبه حرقهولي. دولابك فيه صح؟ ايوه. دولابك فيه كريمات كفايه لشعرك وزيوت؟ زي ما تتخيلي تخيلي، مالية حاجات كتيره ولا فيش حاجه بتحوق. كملي. ما يتقالش عليه، ما انا هقول كلمه وبعدين عماله اقول يا رب ما تتقالش. خلاص هنعكس عشان انت خسرتي، بس كنت ممكن تقولي لي رش علي بايروسول. يا سلام. صح. بتبقى فين المصطلحات دي والواحد مزنوق. اتفضلي. طيب هنعكس بقى، انت تبتدي بالالف. اه. تعالي مثلا نعمل ان احنا اتنين بيتخانقوا على مز واحد. ماشي. ماشي؟ ابتدي انت بالالف. طب نقي فكره القصه. خلاص نقي انت. ان احنا اساسا ندور على حروف. طب نقي انت. لا خلاص. هم نقول كلام في المطلق يعني. حلوه القصه. طيب. حلوه. طب يلا نقول كلام في المطلق. اما نعرف نجيب الكلام اصلا نبقى نعمل عليك قصه. يلا ابتدي انت. ابتدي بالالف. اه. امور قوي الواد. بقول لك ايه؟ انا بكرش عليه من سنه، تهوبي من ناحيته اكسر لك رجلك، سامعاني؟ طب اعمل ايه؟ تكرشي على مين يا بيت؟ اه سرعه البديهه بقى بتاعت الكوميديا اللي بتفرق معايا. تكرشي على مين يا بيت؟ ده انا اللي مختاراه وتبعي. سيبك ده بيبص لي بقاله سنه. والله سيبك بقى، في بقى فجاه هي لدغه عادي. جاتك وكسه. هيكون عينه منك وعينه مش مني؟ اهو ده انت. بس حبيبتي ده بيحبني انا. خيبة سودة على دماغه لو بقول له تاخدني انا ولا شيماء وياخد شيماء. ايوه بقى، ده احنا استنى اهو. ده انت ما تجيش شعرايا في وركي، يعني وركي ده يعمل منك ثلاثة. لا مش لا، انا شايفه طفله قاعده قدامي ويا حبيبتي ايه مزنوقه في الكرنه. والرياكشن هلكه دماغي، هلكه دماغي، عايزه اقول لك جوه في مروحه شغاله. لا مش لاقيه. خسرت يا مي. اه.